السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم واحد الحشة اللي غادي نوجدها معكم هائلة وكتجي رائعة. كنديرها بالكوك وباللوز بحال هكا. وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناة، اللي ما مشتركيش في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. بسم الله، انا غادي نوجد المقلة. فاش غادي نخدم كنوجدها هي الاولى، كندهنها هكا بالزبده. انا عندي هنايا زبده حيوانيه وكندهنها مزيان من الجوانب لان غادي نطيبوها في الفران. وغادي ندردرها هكا في السميده رقيقه او السميده ديال الحلوه او السميده ديال البسبوسه. كنرشها مزيان بالسميده، عفوا كنرش هكا الجوانب، كنوجدها كنحطها على جنب صافي. وغادي نبدا نخدم الحرشه ديالنا. راه ساهله كيف ما قلت لكم، كتجي هائله. كندير الكاس الاول ديال السميده الرقيقه ديال الحلوه وكندير الكاس الثاني. انا هنا كنوجدها وكنعطيكم القياس. وكندير الكاس الثالث، كندير النص ديالو، كندير نص كاس ديال السكر سنيدة او ثلاثة المعالق كبار. وكندير واحد الكيس ديال السكر فاني، كندير رشة ملح، كندير كيس ديال السكر فاني ديال حجم 7.5 غرام. الا ما بغيناش نديرو السكر فاني كنديرو حتى الحامض، حتى هو راه كينسمو. انا هنا اكتفيت بالسكر فاني لانني غادي ندير الكوك باش كتعطينا النسمة ديال الكوك. كندير هنا نص كاس ديال الزيت النباتية صافي. وغادي نبسبسها هكا مزيان، كنبسسها حتى كتشرب ليا السميده هذاك الزيت، وتلبس الحبيبات ديال السميده كلهم. هنا الا كان عندنا الوقت نقدروا بحال هكا نصيبوها في الصباح، هكا كنلبسوها بالزيت وكنحطوها على جنب. غادي نجيب كاس ديال الكوك، كنزيد حتى هو بحال هكا، كنبسس بالزيت صافي. وكنغطيها وكنخليها على جنب. كما قلت لكم نقدروا نخليوها حتى ساعتين المكانه او ثلاثه السوايع. هنا كنجيب واحد الحبه البيض، انا هنا اكتفيت بنص ساعه خليتها. كنجيب حبه ديال البيض، غادي نخلط هذه الحبه ديال البيض بالزيت وبالسميده. كنلبس هاد السميده بالحبه ديال البيضه وكنديروا عليها هكا سباتوله صافي. وغادي نجيب جوج كيسان ديال الحليب. انا غادي نجيب الكاس الاول. الحليب ما كيكونش في الثلاجه، يعني كيكون خارج الثلاجه. كندير الكاس الثاني. انا عندي هنا جوج كيسان ديال الحليب، وعندي جوج اكياس ديال الخميرة الحلويات من حجم 8 غرام، يعني هنا 16 غرام. كنديرها هي الاخرى عاد باش كنخلط هاد السميدة بالحليب، وكنخلط بحال هكا. حنا غير تنحركو باش كتخلط لنا الخميرة وكتخلط لنا الحليب مع السميدة. حنا غير كنحركو هكا بسباتولا، ما كندلكوهاش. كنزيد بحال هكا كنخلط حتى كتخلط لينا العناصر كلها. انا هنا راه ما درتش السكر لانني باقي غادي نسقيها، ما درتش السكر كثير، درت يعني بحال 3 المعالق ديال السكر سنيده. بحال هكا ما بغيتوش تسقيوها، راه كديروا كاس الى ربع، كتجي هي هذيك صافي. غادي نغطيها واحد 5 دقائق ترتاح، وغادي نرجع معاكم بعد ما ارتاحت. ثم شفتوا راه هي شربات الحليب صافي. غادي هكا نبسطها هنايا في المقلة اللي غادي تدخل الفران، وكنقادها. انا غادي نستعن بيدي باش غادي نقادها بيدي باش كتجيني مقادة من الجوانب وكتجيني حجم واحد. كنزيد بحال هكا كنقادها من الجوانب.
صافي غادي نخبطها هكا مع طاوله العمل ونقادها. هنا كنجيب سباتولا كندهنها هكا بالسميده وكنقسم بحال هكا. لان شويه راه نشفات هي ما كتجيناش سائله بزاف. كنزيد كنغطسها في السميده وكنفرق بها. فين غادي ندير اللوز؟ هاد اللوز كيبقى اختياري الا ما موجودش ماشي مشكل. راه هنا كنكتفيو بهاد الحرشه، راه كتجي لذيذه وكتجي بنينه. كان عندي اللوز هكا موجود، غادي نزينها باللوز بحال هكا. عندي اللوز هكا خضر ما مقلي ما والو، باش غادي هو غادي يطيب مع الحرشه او البسبوسه. صافي كنستف اللوز ديالنا بحال هكا. انتوما كديروا الشكل اللي بغيتو، السمر عليه بحال هكا حتى كنستف اللوز. وساهله دغيا كتوجد معانا ما كتعطلش، بحال الا بغينا نخلطوها في البلاصه نيتو نخلطوها ديك الساعه. صافي وندخلوها للفران، راه ما تيجي يسخن الفران حتى هي كتشرب. كتخلطوها كتشعلوا الفران يسخن يعني ما كتعطلش وما كتاخذش معنا وقت طويل في الفران باش كطيب. كديروا على درجه الحراره 180 وكيكون الفران سخون، وكندخلوها كيشعل عليها الفران من الفوق ومن التحت. هنايا راه 20 دقيقة راه كافية باش كطيب لينا الحرشة ديالنا. صافي بعد ما زينتها غادي ندخلها الفران كيف ما قلت لكم على درجة الحرارة 180. هنا كنجيب شوية ديال السميدة وكن هكا كن ندردرها عليها من الفوق باش كتجي محمرة. صافي وكندخلها الفران، كتجي من اروع ما يكون وكتجي لذيذه وكتجي طالعه. هنا بعد ما كندخلها الفران غادي نحطها في الفران، وغادي نجيب واحد الكاسرون، غادي نجيب كاس ديال السكر سنيده ما عامرش، غادي نجيب واحد المورصو ديال الحامض اللي كنحيد له هكا العلفه، كنحيد له ديك الذريعه باش ما كيطلقش ديك المروره. وغادي نجيب كاس ديال الماء. صافي وكنحطو هكا كيطيب، فوق البوطه كنخليه يشعل عليه. بعد ما كتغلى عليه كنخليه 10 دقائق على عافيه مهيله. صافي وكنطفي عليه. هنايا الحرشه ديالنا طابت وعطات هذا اللون الذهبي وبردات. هنا راه ما سقيتهاش وهي سخونه حتى بردات، ولكن القطر عندنا راه باقي سخون باقي شويه دافي. وكنديروه على حسب الحلاوه، الا كنبغيو الحلاوه كامله وكثيره كنديروه كامل، ملي ما كنبغيوش الحلاوه نقدروا نديروا النص ديال هاد سميتو. انا هنايا اكتفيت بهاد القياس، كنشوف البلاصه اللي باقي ما فزقاتش وما قاصهاش القطر، كنزيد شويه. صافي وكنحطها حتى كتشرب، وغادي نرجع معاكم. وجربوها وردوا عليا في التعليق، كتجي لذيذه 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 وكتجي رائعه. ضروري ما تجربوها وغادي تشوفوا كيفاش غتجي تجي هائله. انا غادي نوريكم وحده كيفاش كتجي. نتوما شفتوا معايا كتجي لذيذه. الحجم ديالها وما تنسوش الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد. وكنقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.